تستعيد الإعلامية شهير إدريس صوراً ومحطات تعود من الذاكرة لمسيرة مهنية عمرها 30 عاماً في مهنة البحث عن المتاعب، قضت منها 23 عاماً كمراسلة في تلفزيون مستقبل. تشعر بالفخر والامتنان، إلا أنها تقر بغبن لحق بها حرمها من نيل فرصتها بمنصب يليق بمكانتها المهنية. كان الشغل هو جهد شخصي، يعني كان في تعب كتير وجهد شخصي كتير. المؤسسة فتحت مجال لكن لم تعطيني القدر الكافي من إني بالتطور كوظيفة، يعني أتقدم أكثر، أعمل ببرامج أكثر. نحن نعلم أنه بلبنان وبمؤسسات الإعلامية اللبنانية هناك عامل، أولاً الخوف من الآخر، يعني رئيس التحرير يخاف منك ومن تقدمك، هو طبعاً أو المدير الأخبار يخاف على الكرسي تبعه أو على منصبه، فلا يفسح لك المجال أكثر أنك تتقدمي. في دراسة أعدتها مؤسسة سمير قصير كشفت أن ما يقارب 37% من الصحفيات يواجهن عقبات في الوصول إلى مناصب قيادية. في كثير من المؤسسات قالت صحفيات ضمن الدراسة التي أنتجناها أن هناك رفض بشكل غير مباشر لأي أوامر أو عمل إداري ينطلق من عند امرأة تجاه رجل. لا يزال التمييز وتهميش دور المرأة في المؤسسات الإعلامية قائماً رغم نجاحات بعضهن، ولكن تبقى هذه النجاحات فردية. الدول اللي عم متقدم علينا بتعمل شيء اسمه استراتيجيات نسوية، استراتيجيات موازية للمجموعات المهمشة بمؤسساتها. نحن أنا برأيي قبل القوانين، قبل النقاش القانوني واللي ممكن يتم التلاعب فيه، أنا بميل لأنه يكون في استراتيجيات نسوية على مستوى المؤسسات الإعلامية، بحيث أنه مش بس على مستوى الإدارة، على مستوى الضيوف، أيضا على مستوى القصة نفسها. يتوقف بعض الباحثين في مجال الصحافة أمام توجه القيمين على الكثير من وسائل الإعلام لا سيما المرئية إلى إلاء الأهمية للشكل والمظهر على حساب المحتوى، ما يعتبر أحد أبرز التحديات في عالم الإعلام في العالم العربي. الدراسة التي أعدتها مؤسسة سمير قصير تكشف حجم تفاقم التمييز بين الجنسين في المؤسسات الإعلامية، فيما يعتبر خبراء بأن القرار في المؤسسات الإعلامية ما هو إلا مرآة عن القرار السياسي في البلاد والذي يتسم بالذكورية. سحر أرناؤوط، الحرة، بيروت.